باسم المكتب الاقليمي الكونفدرالي بتلوتان نحييكم على الحضور ديالكم في يوم احتجاجي بامتياز. هذا اليوم كيجي طبعا كرفيه ضد السياسه اللا ديمقراطيه واللا شعبيه اللي كتنتجها الحكومه، وادى من خلال هذه السياسه ديالها ادى الوطن الى تسليم الرب الهدام لهذه السياسه التي لا تهدم الا اصحاب الله والنفوذ في هذه البلاد. لهذا بصوت موحد نقول لا لسياسه الحكومه، لا لتفكير الشعب المغربي، لا للتهميش، لا للانحدار، نعم لحقوق شغلية والاجتماعية لكافة المواطنين. قدم في عروحي لن أنسى ويوم تقولي قدم في عروحي لن أنسى هذه الدولة حصارة، هذه
باسم اخوتكم في المكتب التنفيذي احييكم تحيه النضال والصبور، ونعتز بحضوركم في هذا اليوم الاحتجاجي الذي دعت اليه منظمتنا الكونفدرالية الديمقراطية للشوق من موقع مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية وهويتها ومبادئها ووفائها لقضايا الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية كخطوة أولى لتدبير الحكومة والاحتجاج على الوضع الاجتماعي المحيط والسعد الذي تعيش منه. إن الأزمات المتتالية التي يعرفها عالم اليوم والمتمثلة فيه أسمت جائحة كورونا التي لا زالت مخلفاتها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية ممتدة إلى غاية اليوم، ولا شك أنها ستستمر. أسمت حرب دائرة بين روسيا والغرب على الأراضي الأوكرانية والتي ستؤدي فاتورتها الشعوب بشكل عام والطبقة العاملة بشكل خاص. ضمان أمنها السياسي والاقتصادي والطاقة والغذاء وما سينتج عنها من استخطابات وحروب قد تصل إلى مستوى الحرب الشاملة. أزمت التغيرات المناخية وما يصاحبها من كوارث طبيعية وتقلبات مناخية ربما ستؤثر سلبا على كل مناحي الحياة الإنسان، وهي أزمة ناتجة عن إفراط النظام الرأسمالي المتوحش في استنزاف الطبيعة بهدف مراكمة الثروات. إنها أزمات تضع مستقبل الإنسانية في نفق مظلم، ولا أحد اليوم يستطيع التنبؤ بنتائجها على الإنسان وبيئته الطبيعية والاجتماعية. إنه عالم من ألا يقين مفتوح على كل الاحتمالات. نحن متأكدون من شيء واحد فقط، هو أننا كطبقة عاملة سنكون في قلب هذه الأحداث، ومطلوب منا أقول ويقول أخوتكم في المكتب التنفيذي، نحن متأكدون من شيء واحد هو أننا كطبقة عاملة سنكون في قلب هذه الأحداث، ومطلوب منا على إثر ذلك أن نستفيد من الدروس ونرفع من مستوى تعبئتنا ووحدتنا وتضامننا. إن أردنا أن نكون مؤثرين في صناعة مستقبل الإنسان ومستقبلنا في عالم تسوده العدالة والمساواة والتضامن، وكذلك متأكدون أن المستفيد الأول هم تجار الأزمات الذين راكموا ومركز الثروات. إن مغرب اليوم في قلب هذه التحولات، ولا شك أن تأثير هذه الأزمات سيكون كبيرا بحكم تبعيته اقتصاديا وسياسيا للدوائر الرأسمالية السياسية والمالية، وبحكم توجهات الاستراتيجية المفروضة من المؤسسات المالية الدولية. الحكومات مشات وجات والحالة هي عيتنا بالشعب والشعب في رهن مستقبل البلد بالديون، تفكيك الوظيفة العمومية والتخلص من الخدمات الاجتماعية وسلعنتها وجعلها تحت رحمة قوانين السوق الحرة دون آليات للرقابة والمحاسبة، تفكيك منظومة قوانين الشغل وغيرها من الإجراءات والسياسات الاجتماعية. إنها توجهات ليبرالية لا زالت الدولة
مصرة عليها رغم ما أوصلت إليه البلاد من تفقير وبطالة وتوترات اجتماعية قد تجر البلاد نحو المشوش. وقد كشفت المعطيات الرسمية التي أصدرت المندوبية السابقة للتخطيط أن حوالي 3,200,000 شخص إضافي تدهورت أوضاعهم المعيشية. تحت تأثير المزدوج للأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا والتضخم الذي وصل مستويات غير مسبوقة منذ منتصف التسعينات القرن الماضي، وهو ما أثر بشكل كبير على العقود الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي وكذلك آلاف العمال الذين فقدوا مناصب الشغل، وهو ما يحتم علينا جميعا تحمل المسؤولية التاريخية إلى جانب القوى الديمقراطية الحليفة للطبقة العاملة في النضال من أجل الدولة الوطنية الديمقراطية، دولة الحق والقانون، دولة العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تخوض الصراع في هذا السياق مصرة على الدفاع المستميت عن مصالح الطبقة العاملة وعموم المأجورين والكادحين، مسترشدة بمبادئها. ونحن على بعد أيام من تخليد ذكرى التأسيس والقرارات المستقلة لأجهزتها النقابية متسلحة بمنهج الربط الجدلي بين النضال الاجتماعي والنضال السياسي. وآخر فصول هذا الصراع هو معركة الحوار الاجتماعي التي عرفت جولات تفاوضية عسيرة استطاعت من خلالها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فرض المطالب الأساسية للطبقة العاملة في اتفاق 30 أبريل 2022، كما استطاعت فرض المأسسة عبر وتيرة النطاق الاجتماعي وكذا إعادة تثبيت الالتزامات السابقة في هذا الاتفاق. لقد تم تفعيل بعض الإجراءات المرتبطة بالقطاع الخاص وتم إصدار مناصب والنصوص التسهيلية الخاصة بذلك والتي تبقى غير كافية بعد الوضع الاجتماعي الحالي، لكن لحد الساعة لم يتم تنزيل آليات المؤسسة وحل النزاعات الاجتماعية في عدة مواقع، ولا زالت العديد من النزاعات القائمة ومسلسل محاربة العمال النقابي الكونفدرالي مستمر. وقد كان من المفروض أن تشكل جولة تنبيه من الحوار محطة لتنفيذ التزامات الحكومة المرتبطة بتحسين النطاق في القطاع العام كما هو مثبت في نص الاتفاق من خلال الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشهر ضريبة على الضخم وإحداث الدرجة الجديدة، لكن الحكومة للأسف أبدت تعنتها وتنصلها من التزاماتها عبر مشروع القانون المالي لسنة 2023. المالية لسنة 2023 والذي أكد مرة أخرى إصرارها على توجيهات النيوليبرالية السالفة الجكر بحجة أن الوضع الاقتصادي للبلد وضعت المالية العمومية لا تسمح بذلك، وهي حجة مردودة عليها باعتبارين: الأول هو أن ارتفاع معدل التضخم والارتفاع المهول بأسعار المواد والخدمات الأساسية يحجم على الحكومة اتخاذ إجراءات مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنات والمواطنين، ومن بينها الزيادة العامة في أجور الموظفين. التالي هو أن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية عرفت تحسنا خلال هذه السنة: المداخيل الضريبية والجمركية، تحويلات عمال المهاجرين، عائدات المكتب الشريف والفلوسات. إذا بلا ما يقول لنا ما كايناش المعرفة ما عندناش فلوس، الفلوس الحمد لله كاينة موجودة، وكما تعرفون أن مداخل الفوسفات عرفت ارتفاعات كبيرة جدا لأن الثمن في ظل ما وقع في العالم هو ارتفع ب
بشكل كبير، وبالتالي فهو خزينة الدولة فهي مليئة بهذه المداخيل المتعدية من فوسفات، كذلك مداخيل أو لا تحويلات واجرين المغاربة، كذلك تحويلات القطاع السياحي. إذا لا موجبة للحكومة لكي تتدرع بعدم أو لا ضعف المداخيل، وبالتالي مرد هذا التعالج إلى طبيعة الحكومة التي برهنت بما لا يدع مجالا للشك انها المعبر المعبر السياسي عن الاسباب، ولا يهمها من المجال الاجتماعي الا ضبط امنيا، وهذا ما يعطي مشروعها الاقوى لمطلب الفصل بين المال والسلطه كمطلب الشعب. ما فات الشعب المغربي عبر قوه حيه ينادي به في كل مناسبه وفي كل حراك اجتماعي ومجلس. اخوان سبحان الله، هنا وقفه مهمه جدا، لان الحكومه التي تحكم الان هي حكومه الشركات، هي حكومه الباترونه، وبالتالي تسيغ او لا تعد وتتصوب القوانين التي يصلح لها هي. اجل البلد مشروع القانون المالي 2023 ذات التخفيضات الضريبيه واعفاء الضريبيه للشركات، بينما المواطنين زادت عليهم السلعه، زادت عليهم في الضرائب، وهذا اللي خصهم يفهموا الناس. يعني يجب الفصل بين السلطه والمال، اللي ما خصوش يكون تاجر، اللي تاجر يمشي قبل تجارته ويغير الطريق ويخلي عليه مجال تسير المجال العام، لأن ما يستغل السلطة من أجل سد قوانين تخدم مصالح وتضرب القدرة الشرائية للبسطاء والفقراء في هذا البلد. إخواني أخواتي، إن القادم أصعب، إحنا نحدد في الكونفدرالية الديمقراطية الشعب والوحدة العمرانية والتعبيرية أصعب ضرورة ملحة لمواجهة التدين الممنهج على البنيات والأجبار في الصعيد على المكتسبات، ولعل من التقاعد أو ما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد سيشكل تمدورا واضحا للتراجعات، حيث طلبت الحكومة السابقة عفوا خلال سنة 2013 ومن أحد مكاتب الدراسات القيام بدراسة حول طرق إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب، وقام المكتب بإخراج تلك الدراسات سنة 2019، وهذه الدراسات تقترح التوصيات للإصلاح كلها مشرفة بحق الشجيرة المغربية بالقطاع العام والقطاع الخاص، وتترخص هذه مع المواطنين المغاربة. أشهد وجهتكم الحكومة في التقاعد سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، ضمان الأسطول من المساهمة المالية في إصلاح أنظمة التقاعد. ونشهد الدولة وعلاش نخلصوا الضرائب وعلاش نصعد عندنا اصلا من الاجور ديالنا اللي ما كانتش غتسعد، اعتبار الاجراءات القياسيه كما يسمى سابقا الاصلاح سنه 2017، ضرب المكتسبات تخفيض قيمه المعاشات عوض الرفع منها، الرفع من سن الاحاله على التقاعد الى 65 سنه في كل قطاع. وتصوروا معايا دابا رجل تعليم عنده 95 وقف الكلام ديال البكالوريا ولا ديال الابتدائي، هو معايا بوليسي عنده 65 عام وفي الشارع تنظم المرور ولا غير الى المجرمين ولا غير ينظم السير. صوروا معايا طبيب عنده 65 عام وفي الشارع. اذا هذه الحكومه اتت بنصوص تخريبيه. نامر الان الى ما يهم الشعب الروداني، ما يهم الشعب الروداني. للاسف الشديد الاخوان في قطاع الشاحنات يعانون من منافسة الشريحين الشريف من أصحاب شاحنات الجماعات، شاحنات الجماعات وجزات هنا تم شراؤها من المال العام من أجل خدمة المصلحة العامة، ماشي باش تولي 300 ريال وتضيق على من الرزق ديالهم، خاصة في الدور هذا هو تيجي بمازوت فابور من الجماعة وتيمشي للكريان وتيعطيو الرايس فابور ولا الرملة فابور ويمشي يخوي على الناس وتيحرم المهنيين من مداخيل اللي ممكن أن يتقدم على المصاريف ديال الغزوات البياس ديال الضرائب ديال 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 ديال
المسؤولين في هذه الانتخابات. كذلك على مشاكل في القطاع الفلاحي، في القطاع الفلاحي للأسف الشديد هناك شركات تتعزم على العمال وخصوصا الكونفدراليين منهم. عندنا الشركة الفلاحية كرارما لكينا في قرية سعيد، للأسف الشديد هناك مسؤول يمارس الأشغال الشاقة على الكونفدراليين لكينين في الفيرمادي، ومع ذلك ما زالوا متشددين بالنضال. نقول لهذه المسؤولين في الشركة أن عهد السباع وعهد العبودية قد انتهت، أعطي الناس الحقوق ديالهم. الحق النقابي هو حق المشروع. صامدون صامدون سيدي نقول المسؤولين عن الشركة الفلاحية الكرارما أن نهار 5 سعرنا الشهر ضد هذه القرارات المشرفة في حق الكونفدرالية وفي حق العمال. كذلك عندنا مشاكل في الجملة في قطاع الصحة، بعض المستشفيات تحولت إلى محطات لنقل المرضى لجناء من جولة تيمة كوليسين سردات من كالودات إلى مرغان كوليسين أجدير. كذلك هناك نقص حاد في الأوضاع الطبية بمختلف فئاتها. المشكل قد تعرفه هو قائم بحدة. هذا مغرب نحن لا نملك إلا سلاحا واحدا وهو النضال، وهو النضال، وهو النضال، لأجل ندعو الجميع سواء حضر في إلى هذه الوقفة الاحتجاجية أو من يستمع إلينا من خلال هذا النقل المباشر. وبالمناسبة نحيي الإخوان في الصحافة الرودانية المنحازين إلى الطبقة العاملة على نقلهم لفعاليات هذا التجمع الاحتجاجي. نقول أننا لا نملك إلا السبيل الواحد للنضال، لأن هذه الحكومة خاضعة للإبلاءات البنك الدولي والمؤسسات المانحة، وغتحيد لنا بالعربية تعرف في لمناش غتفرق لنا الشلد على العظم والعيام بيننا. وهذه رسالة، رسالة إلى أولئك الصامتين الذين لم يعبروا إلى الآن عن موقفهم بشكل صريح من هذه السياسة الناشئة المنحازة إلى البطرونة التي تقوم بها هذه الحكومة للأسف الشديد. ونختم ونترك الكلمة للأخ أحمد مويا نائب الكاتب المحلي للاتحاد يعلن. إذن تحية نظامية شكرا للأخ محمد هرموش الأمين أمين المالكي الاتحاد الإقليمي الكونفدرالي. كنحيي كذلك باسم المكتب الإقليمي الكونفدرالي، كنحيي جميع الأخوات والإخوة اللي حضروا معنا في اليوم الاحتجاجي. دل على شيء فإنما يدل على أن الكونفدرالية وفية دائما لمبادئها وفية لقناعاتها النضالية وفية لخدمة المواطن المقهور في جولة السعيدة. إذن كنحييكم ولنا موعد مرة أخرى في قريب العاجل. هناك برنامج نضالي سطره المكتب التنفيذي سيكون في الأيام القادمة مسيرة وطنية، مسيرة وطنية سيتم تحديد تاريخها في القريب العاجل، كما أن هناك خطوات نضالية أكثر تصعيدية من هذه الوقفة الاحتجاجية غادي تكون في القريب العاجل. وتحية نضالية، تحية وتقدير، تحية وتقدير، جماهير الشعبية، جماهير الشعبية، تحية وتقدير، تحية وتقدير، جماهير الشعبية، جماهير الشعبية، تحية وتقدير، تحية وتقدير، جماهير الشعبية، جماهير الشعبية، النضال والثمر، النضال والثمر، الحقوق ستعود، الحقوق ستعود، النضال والثمر، النضال والثمر، الحقوق ستعود، الحقوق ستعود. إذن هذه الشعارات الأخيرة ننهي هذا العرس النضالي
الاتحاد الاقليمي الكونفدرالي الدرجات، وكنحيي جميع الحضور ديالكم، كما انه نحيي الاخوه ديالنا في الصحافه المحليه على الاهتمام ديالهم والتغطيه ديالهم لهذا العرس النظامي، وشكرا للجميع، والى ولنا موعد في القريب العاجل ان شاء الله. شكرا.